فيكم في لقاء جديد من برنامج تيك توك. أنا دانا عبد الغني رح أكون معكم اليوم في نص ساعة سريعة لحتى أقدم لكم كل جديد في عالم التكنولوجيا اللي أصبح اليوم في أفضل مستوياته، لكن أمنيتنا يكون شبابنا شركاء في هالحركة التكنولوجية والعلمية الضخمة. خلينا نشوف شو محضر لكم لليوم. إذن أهلاً فيكم من جديد. مجموعة من الأخبار اخترنا لكم إياها لحلقة اليوم. خبرنا الأول بيقول فيسبوك تتيح لمستخدميها معرفة أماكن الواي فاي المجانية. اختبرت فيسبوك ميزة جديدة في هواتف آيفون تسمح للمستخدمين بأن يبحثوا عن أماكن شبكات الواي فاي المجانية من خلال تحديد أماكنهم على الخريطة، فيما يعتقد أن فيسبوك تقدم تلك الميزة في محاولة منها لتحسين خدمة الفيديوهات الحية الخاصة بها، إذ تتعرف الميزة الجديدة فور تشغيلها على الأماكن التي يتواجد بها شبكة واي فاي مجانية بالقرب من موقع المستخدم، كما تقوم بتحديد تلك الأماكن على الخريطة مرفقة معها ساعات العمل الخاصة بكل منها، بالإضافة إلى الوقت المطلوب للوصول إلى مكان الشبكة. وبالنسبة لمستخدمين آيفون، لكي يعرفوا ما إذا كانت تتوافر لديهم الخاصية أم لا، عليهم أن يتوجهوا إلى أسفل خيارات القائمة ليبحثوا عن تشغيل البحث عن شبكة واي فاي. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول بنكرياس اصطناعي. يعاني نحو 1.25 مليون طفل وبالغ في الولايات المتحدة من مرض السكري من النمط الأول، والذي يتعذر على المصابين به إنتاج كمية كافية من الأنسولين. ويتم حالياً التخفيف من هذه الحالة على نحو أفضل من قبل جهاز لمراقبة الجلوكوز، والذي يتألف من مستشعر يتم إدخاله تحت الجلد ومضخة أنسولين يمكن ارتداؤها لإطلاق كميات متفاوتة من الهرمون. الجهاز يعد أحدث التطورات التي من شأنه أن تساعد مرضى السكري على التعامل مع حالاتهم، وهو أول جهاز من نوعه توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. الجهاز يعتبر قفزة كبيرة نحو بنكرياس اصطناعي شبه مثالي، إلا أنه لا يزال غير أوتوماتيكي بالكامل، حيث يستلزم من المستخدمين إدخال كمية الكربوهيدرات التي يتناولوها في كل وجبة، وسيكون الجهاز متاحاً للجمهور العام المقبل. وخبرنا الثالث لليوم، تسلا تزود جزيرة كاملة بالطاقة الشمسية. مع نهاية عملية الدمج بين تسلا وسولار سيتي، أصبح لدى الشركتين نجاح مشترك للاحتفال به، حيث أعلنت تسلا عن إتمام مشروع الطاقة الشمسية في جزيرة تاو الواقعة في سامو الأمريكية. هذه الجزيرة الواقعة في سامو الأمريكية أصبحت مزودة بالطاقة الشمسية 100%، وذلك بفضل أكثر من 5300 لوحة شمسية مع 60 حزمة طاقة من تسلا. خدمة جديدة من واتساب مشاهدة الفيديو بدون تحميله. أضافت خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة إلى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو المرسلة إليهم دون الحاجة لانتظار تنزيلها بالكامل. يذكر أن الميزة الجديدة لا تعني عدم تنزيل الفيديو، بل إنها تبدأ تشغيلها فور النقر على رمز التشغيل على غرار خدمات مشاركة الفيديو الأخرى مثل يوتيوب. وتعد هذه الميزة مفيدة خاصة مع مقاطع الفيديو الطويلة، إذ إنها ستمنح المستخدم حرية إيقاف تنزيل الفيديو بعد مشاهدة الثواني الأولى منها. طاقة الرياح تلبي 106% من احتياج اسكتلندا للكهرباء. أكد
أكدت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة WWF في اسكتلندا بأنه في السابع من آب لعام 2016 استطاعت طاقة الرياح لوحدها أن تولد 106% من احتياج اسكتلندا للطاقة الكهربائية خلال يوم واحد. في ذلك اليوم وصلت سرعة الرياح التي عاصفت بمعظم أنحاء اسكتلندا إلى 185 كيلومترا في الساعة، وقد أدت شدة الرياح حينئذ إلى إغلاق الجسور وتأجيل رحلات القطار وإلغاء حركة المراكب في بعض من أجزاء الدولة. إن سبب هذا الحدث المهم هو حقاً تلك الرياح الهوجاء، وهو الأمر الذي أظهر بأنه يمكن للطاقة المتجددة أن تحل محل الوقود الأحفوري في اسكتلندا. جسم غريب أمام الشمس يثير ذهول الفلكيين. أبدى باحثو فلك ومهووسون بنظرية المؤامرة ذهولهم بعد رؤية جسم غريب يتحرك أمام الشمس في صور حديثة التقطتها كاميرات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وقال مايك سوفرين وهو مهتم بعلوم الفضاء إنه ما كان يليق بناسا أن تدع الصور في متناول الجميع على الإنترنت، مرجحاً أن تكون شيئاً مهماً. مصطلح الذكاء الاصطناعي كثير بنستخدمه هالأيام، لدرجة إنه البعض أصبح يتخوف إنه ممكن يساعد في
في سيطرة الآلات وتقليل دور البشر. فخلال السنوات الأخيرة قفز التطور في تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات كبيرة، وتعد تقنية التعلم العميق أبرز مظاهره. هي بتركز على تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة عملها أسلوب الدماغ البشري، يعني إنها قادرة على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتياً دون تدخل إنسان. وفي آخر صيحات الذكاء الاصطناعي تبين إنه يغلب طيارين حربيين في محاكاة لمعركة جوية. أثبت ألفا أنه أعنف ذكاء اصطناعي والأكثر استجابة ديناميكية وموثوقية. وجاءت القصة عندما قام العقيد في القوات الجوية الأمريكية جين لي بمبارزة ألفا، وهو ذكاء اصطناعي تم تطويره من قبل حامل شهادة دكتوراه من جامعة سنسناتي. وما هي المسابقة؟ محاكاة لمعركة جوية عالية الدقة، وكانت النتيجة خسارة العقيد. في الحقيقة خسرت كل أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة في مختبر أبحاث القوات الجوية أمام ألفا أيضاً، وكذلك جميع الخبراء البشريين الذين قاموا بعرض مهاراتهم أمام خوارزميات ألفا المتقدمة. قول فريق التطوير إن ألفا سيكون إضافة قيمة لفريق من الطيارين الحربيين، حيث يستطيع وضع استراتيجيات دقيقة بسرعة وربط إحداثياتها مع طائراتهم. تقول أستاذة الطيران في جامعة سنسناتي كيلي كوهن، يقوم ألفا بتحديد الطرق المثلى للقيام بمهمات مصدرة إليه من قبل الطيارين، وكذلك تقديم النصائح التكتيكية والظرفية. انتقالاً إلى عالم السيارات، اليوم اخترنا لكم أسرع سيارة كهربائية على وجه الأرض. هي أسرع سيارة كهربائية على وجه الأرض، أو هكذا وصفتها الشركة الصينية التي قدمتها للعالم. المركبة الجديدة خرجت إلى النور إثر تصميمات واختبارات فنية دامت 18 شهراً، وجرى استعراض المواصفات الفنية لهذه السيارة في لندن بعد أن حققت سرعتها رقماً قياسياً عالمياً في إحدى حلبات سباق السيارات الألمانية الأسطورية خلال شهر أكتوبر الماضي. وتبلغ سرعة السيارة الجديدة 313 كيلومتراً في الساعة، لكن الشركة المصنعة تقول أنه سيجري تطوير طراز منها بسرعة أكبر. وفي وسع تلك المركبة الانطلاق في سرعتها من 0 إلى 100 كيلومتر خلال أقل من 3 ثواني. وجرى تصنيع هيكل المركبة من مواد دخل الكربون في تركيبها، كما أنه بالإمكان شحن بطارياتها خلال 45 دقيقة فقط، ويكفي هذا الشحن للانطلاق لمسافة تصل إلى 427 كيلومتراً. وإجمالاً فإن السيارات التي توصف بأنها كهربائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي السيارات الهجينة، وهي السيارات التي لا يمكن وصلها بالكهرباء مباشرة لكنها تستخدم الوقود التقليدية لتوليد الكهرباء داخلها، وهناك السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهذا النوع من السيارات يمكن شحنه بالكهرباء ويقبل أيضاً تعبئته بالوقود التقليدي. وهناك السيارات الهيدروجينية، وهي تلك التي يتم ملؤها بالهيدروجين المضغوط الذي عندما يندمج مع الأكسجين القادم من الجو فإنهما يتفاعلان لتوليد الكهرباء التي يعمل بها المحرك. وأخيراً هناك السيارات الكهربائية الصريفة، وهذا النوع من السيارات يمكن شحن بطاريته بالكهرباء كما تشحن هاتفك المحمول. على الرغم من الأمل الذي تجسده هذه النوعية من السيارات كوسيلة نقل صديقة للبيئة، ورغم مليارات الدولارات من الاستثمارات التي جرى ضخها بهذا القطاع، فإن السيارات الكهربائية ما زالت تعاني من الكثير من المشكلات الفنية، منها ارتفاع كلفتها وقصر مداها ونقص محطات شحنها مقارنة بالسيارات العادية. كشفت مرسيدس بنز ستار عن مركبة المستقبل للتوصيل بدون طيار. بتعمل هاي الشاحنة الصغيرة كمنصة إطلاق وهبوط لعمليات توصيل الطرود بدون طيار.
تعتمد سيارة فيجن فان على الطاقة الكهربائية عبر محركات كهربائية بقوة 100 حصان، ويمكنها قطع مسافة 270 كيلومتراً قبل الحاجة لإعادة الشحن، فيما يمكن للطائرتين رباعية المراوح المثبتة على السطح حمل بضائع تزن 4.4 باوند أي ما يقارب 2 كيلوغرام لمسافة تصل 12 ميلاً أي ما يقارب 19 كيلومتراً إلى المناطق المزدحمة قبل إعادة الشحن. وتقوم الطائرتان بشحن البضاعة مباشرة من السقف وتلقائياً بمساعدة أنظمة رفوف روبوتية وجهاز كمبيوتر يزود السائق بالمعلومات ويتيح تخزينها. وتأتي فيجن فان بزجاج أمامي ملفوف لضمان رؤية أمامية أفضل، ومن دون زجاج خلفي أو جانبي، ما سمح لمصممي الشركة بتشكيل جسد السيارة وجوانبها بشكل أملس للغاية وانسيابي. وتعد هذه السيارة الأولى في العالم التي تحتوي على تكنولوجيا تربط الأشخاص وعملية القيادة بشكل رقمي من مكان التحميل إلى مكان التوصيل. بدأ تطوير العيون الآلية في وقت سابق اللي ممكن نخفف من مشاكل النظر لمئات الملايين للي بيعانوا من مشاكل بصرية أو من العمى. يعاني 285 مليون شخص حول العالم من مشاكل بصرية، وقد تم تطوير كثير من الابتكارات التقنية والعلاجات. أما العلاج العام القادر على إعادة النظر للمكفوفين فهو مستوحى من الخيال العلمي العين الآلية. تعمل العين الآلية أو نظام الشبكية الاصطناعية على تأمين صلة وصل بين الضوء الذي يدخل العين والعصب البصري، وهو ما ينقل الصور إلى الدماغ بحيث نفهم ما نراه. حتى الآن لا يوجد سوى جهاز واحد حائز على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو أرغوس 2، والذي صنعته شركة تسمى Second Sight، وتعمل عن طريق كاميرا مدمجة في نظارات وطعم مزروع على سطح العين ومتصل بالعصب البصري. حالياً لا يمكن لمستخدمي أرغوس 2 أن يروا إلا الظلال والخطوط الخارجية للأشكال. أحرزت شركة جيت باك أفييشن العديد من النجاحات الدعائية، هذا بعد ما أجرت اختبارات علنية للنفاثة JB10 قرب ساحل موناكو الشهر الماضي. يمكن أن نعتبر JB10 حقيبة الظهر النفاثة المثالية، وهي بشكل أساسي حقيبة بمحركين نفاثين مثبتين عليها، ويمكنها أن ترتفع بسرعة 305 أمتار في الدقيقة، وتدوم كل رحلة مدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق متواصلة. يتوقع تسليم وحدات JB10 المباعة في أبريل أو مايو من العام 2017، ولكن حتى لو لم تكن أحد المؤهلين المحظوظين القلائل، ما زالت أمامك فرصة للطيران. فقد أعلنت الشركة عن مسابقة للفوز برحلة باستخدام JB10 في لوس أنجلوس، إضافة إلى عشاء مع مؤسسي الشركة و$1000 أمريكي على شكل قسائم رحلات جوية. حالياً أصبح وجود جهاز ذكي يعمل كمساعد للإنسان إشي مألوف، فهناك سيري المقدم من أبل، وهناك خدمة جوجل الصوتية، ولكن أحدث المساعدات الذكية هي خدمة جوجل أسيستنس اللي يمكن الاستفادة منها في أي بيت عن طريق جهاز جوجل هوم الجديد. جهاز جوجل هوم هو جهاز ذكي يعتمد على خوارزميات تم تطويرها من قبل جوجل لمعالجة الأصوات، ويعمل الجهاز بنظام صوتي يستخدم 3 سماعات، ويتم شحنه عن طريق AC Adapter، أو يمكن شحنه ببساطة عن طريق USB Cable. وعن طريقة التقاطه للأصوات فإنه يعتمد على جهازي مايكروفون لالتقاط الأوامر. يتم استخدام جوجل هوم في المنزل بشكل أساسي لتلبية مجموعة من الأشياء التي يطلبها المستخدمون، ولكن يمكن أخذه معك لأي مكان لو توفر لديك الإنترنت. وبالنسبة للخدمات المقدمة من جهاز جوجل هوم فهي كالتالي: المساعدة في البحث عن الإنترنت عن طريق الأوامر الصوتية. يمكن استخدام جهاز جوجل هوم عن طريق قول عبارة أوكي جوجل أو هي جوجل، وبعدها يمكنك سؤاله باللغة الإنجليزية كما لو كنت تسأل محرك بحث جوجل نفسه. تشغيل الموسيقى وبعض مقاطع الميديا، المساعدة في تسجيل المواعيد وبعض أعمال الإنترنت، ربط الأجهزة الذكية والتحكم بها.
هناك عدد كبير من الأشخاص يقعون في خطأ شائع، خاصة عند إرسالهم أي رسالة عن طريق الخطأ على الواتساب. لكي تلغي الرسالة في الحال قبل وصولها، عليك أولاً أن تتأكد أن الرسالة لم تصل للشخص المرسل إليه، يعني اللي لسه جنبها موجود أيقونة الساعة التي تنتظر اتصالك جيداً بالإنترنت للوصول للمرسل. وأكيد عليك 3 خطوات لإلغاء الرسالة. أولاً، بداية اقطع الإنترنت فوراً عن هاتفك، إما عن طريق إيقاف الاتصال بالواي فاي أو تشغيل وضع الطيران على الهاتف. ثانياً، عند توقف الإنترنت ستظهر علامة تعجب باللون الأحمر بدلاً من علامة الساعة الرمادية، وذلك للدلالة على أن خدمة نقل البيانات قد تعطلت بسبب انقطاع الإنترنت. ثالثاً، اضغط على الرسالة أو الصورة أو الفيديو واختر حذف، فستختفي الرسالة وبالتالي لن تصل للمرسل إليه. وأخيراً، رح نحكي عن بيت تم بناؤه لمحاكاة الحياة على المريخ، حيث انطلق في قرية غرينتش بلندن معرض لمنزل نموذجي يقول علماء الفلك أنه يحاكي ما يجب أن تكون عليه المساكن في المريخ، ورح يعيش في هاي البيوت الآلاف من البشر بعد بدء الرحلات إلى الكوكب الأحمر خلال 20 عام المقبل. لهون مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، على أمل يتجدد لقائنا معكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد. باي باي.